الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوسعات كوبري السادس من اكتوبر والطرق السطحيه في اسفله. رئيس الوزراء العراقيه يعلن فتح تحقيق فوري في الهجوم على مطار اربيل. الولايات المتحده تستعد لاعلان عقوبات ضد مسؤولين روس اليوم بسبب اختراق الكتروني. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش موجز اخباري جديد ياتيكم من القاهرة اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة اكبر قدر ممكن من التوسعة في كوبري السادس من اكتوبر والذي يعد محورا رئيسيا لربط شرق القاهرة بغربها فضلا عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية اسفله. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعه الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه وفي مقدمتها العاصمه الاداريه حيث وجه رئيس السيسي بمراعاه اخراج التصميمات الخاصه بمركز مصر الثقافي الاسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزغرفه ليعكس التاريخ المصري الاسلامي العريق وامتداده على مدار العصور أعلنت وزارة الصحة تسجيل 831 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاه أربعين واربعين حاله جديده اوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيره الصحه والسكان للاعلام والتوعيه والمتحدث الرسمي للوزاره انه تم تسجيل خروج 600 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى مائه الفا وإحدى وثلاثين حاله وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي بفتح تحقيق فوري في الهجوم الذي استهدف مطار اربيل، هذا وافادت وزاره الداخليه في اقليم كردستان العراقي ان الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار اربيل نفذ بطائره مسيره، بما يعد تصعيدا غير مسبوق بنوع السلاح المستخدم في هجمات مماثله تستهدف العسكريين الامريكيين المتمركزين في المطار. يعقد اليوم مجلس الامن الدولي اجتماعا لمناقشه الازمه في منطقه تيغراي الاثيوبيه بناء على طلب امريكي وتؤكد الولايات المتحده وقوع عمليات تطهير عرقي في تيغراي منذ ان شنت الحكومه الاثيوبيه وقوات متحالفه معها هجوما عليها وسيستمع اعضاء المجلس خلال جلسه مغلقه الى شهاده منسق الامم المتحده للاغاثه الطارئه مارك لوكوك حول الوضع الانساني في تجريعي أكدت مصادر لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإعلان عقوبات على مسؤولين روس في خطوة تستهدف العديد من الأفراد والكيانات. وبحسب رويترز ستقترن حزمة العقوبات التي تستهدف العديد من المسؤولين الروس بأوامر بطرد بعضهم من الولايات المتحدة. وستكون العقوبات جزءا من مجموعة ردود للحكومة الأمريكية على عملية تسلل إلكتروني رُصدت في ديسمبر. وقالت الحكومه الامريكيه انها من المحتمل ان تكون من تدبير روسيا انتهى موجز السادسة ويتبقى أن نحيط المسادة المشاهدين بأن تردد أكسترا نيوز الجديد و ومعدل الترميز 27.500 ومعمل الاستقطاب راسي كنت معكم أنا سارة عبدالله دمتم في أمان الله